بسم الله الرحمن الرحيم. المنظومة البيقونية، نظم الإمام المحدث طه عمر بن محمد بن فتوح البيقوني رحمه الله. قال الناظم رحمه الله: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا، وذي من قسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده، أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله، والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت، وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسام كثر، وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع، والمسند المتصل الإسناد من راوي حتى المصطفى ولم يبن، وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل مسلسل، قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنبان الفتى، كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما، عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة، معنعن كعن سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه راو لم يسم، وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزلا، وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك، ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط، وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال، والمعضل الساقط منه اثنان، وما أتى مدلس النوعان، الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف، وما يخالف ثقة به الملا، فالشاذ والمقلوب قسمان تلا، إبدال راو ما براو قسم، وقلب إسناد لمثل قسم، والفرد ما قيدته بثقتي أو جمع أو قصر على روايتي، وما بعلة غموض أو خفاء معلل عندهم قد عرفا، وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفن، والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت، وما روى كل قرين عن أخيه مدبج فاعرفه حقا وانتخيه، متفق لفظا وخطا متفقا، وضده فيما ذكرنا المفترقا، مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فاخشى الغلط، والمنكر الفرض به راو غدا، تعديله لا يحمل التفردا، متروكه ما واحد به انفرد، وأجمعوا لضعفه فهو كرد، والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع، وقد أتت كالجوهر المكنون، سميتها منظومة البيقوني، فوق الثلاثين بأربع أتت أبياتها تمت بخير ختمت.